الإسماعيلية وهم يحتفلون بالسمسمية. النهارده دي من ضمن فعاليات مبادره مصر بتفرح، وانا مصر وبفتخر اللي احنا بدأنا بقالنا اكتر من اسبوع ومستمريه بعد افتتاح الرسمي يوم 6 اغسطس باذن الله. الحفله دي تعبير عن شعور المواطنين هنا في الاسماعيليه وفرحهم الشديد بافتتاح قناه السويس. وغدا ان شاء الله في مسيره تبدأ من مدينه محافظه الاسماعيليه وستنتهي عند مبنى ارشاد لتقديم التهنئه للسيد الفريق مهاب ميش ولو كل العاملين بقناة السويس. طبعا احنا فرحانين بافتتاح قناة السويس، الفرحة هتكتر لما ان شاء الله بامر الله نكمل المشروع، مشروعنا كمصانع ومناطق صناعية. كلنا مجمعين في حب مصر النهارده، وكمان النهارده ايفنت عظيم جدا، حفلة السمسمية على هامش افتتاح القناة. شوف النهارده يوم رائع، وافتتاح القناة ان شاء الله هيكون يوم اكثر من رائع. سعيدة جدا برضو ان انا بشارك في فعاليات قناة السويس الجديدة، وانا ما حضرتش قناة السويس القديمة، فابقى فرحانة جدا ان انا لما اكبر ابقى احكي لاولادي ان انا حضرت فعاليات قناة السويس الجديدة. لحظة المقال البطل قوموا بينا يا ولاد، الكل نبى الندى باسم الله، نبدأ بحفر القناة وده جهد الاشتعال من خير ولادك يا مصر. هي دي مصر، احنا النهارده في حدث عالمي، العالم كله بيبص لمصر والعالم كله فرحه. مصر كبيره، مصر ام الدنيا، مصر بتدي هديه للعالم، مصر بتفرح، يعني احنا اولادها استحاله ان امنا بتفرح واحنا ما نكونش بنفرح معاها. انا فخوره جدا ومبسوطه جدا ان انا اختاروني احتفاليه زي دي، وان شاء الله مصر بتفرح واحنا بنفرح والدنيا كلها بتفرح.